أنا الطالبة نورة أشرف عبد النبي، الصف الأول الثانوي، مدرسة النور المكفوفين، محافظة أسيوط. سألكي على ما سمعكم قصيدة بعنوان زهرة للشاعر فاروق جويدة. اسمي زهرة، كنت أحب اللعب هناك، وكانت عندي أجمل هرة. كان البيت جميلا حقا، تلمح منه جمال النهر ووجه الخضرة، ومن الشرفة كنت أراقب سرب الطير يحلق تحت صفاء الزرقة. وأخي الأصغر لست الصغرى، كان يحاكي كل صباح ذاك البلبل فوق الشجرة. وأخي الأكبر لست الكبرى، كان يسابق بالدراجة كلب العمة عند الترعة. وأبي الحضن الدافئ فينا تلمح في شفتيه البسمة. كنت أحب أبي وأهواه، وحين يصلي كنت كثيرا أركب زهرة، وكنا نسمر كل مساء لنسمع منها أحلى قصة. وبقيت أمي قلب الأسرة، عفواً أعني كانت أسرة. وأبي كان يصلي المغرب حين سمعنا صوت الضجة، حين تهاتف قصف النار ليقتل فينا الحب وسحره. قتل البلبل فوق الشجرة، ذبح الكلب، سحق الهرة، أحرق حتى غصن الشجرة. هذه القومة كانت بيتي، هذه الفحمة كانت ويحي، كانت أبتي. وأبي الأعدل حرق جسده، وأخي الأكبر بكر بطنه، وأخي الأصغر لما رآني هذا بعد فريسة الذئب قال دعوها فهي الزهرة. خنق في الصوت سريعا ودن مني نحوي عشرة، وأنا استجديهم رحمة. أنا برعون، إني زهرة، إني طفلة، لست بأنثى. جف الدم وبح الصوت وظل القلب الأسود صخرة. تلك كانت قصة زهرة، وجدت فوق تلال الموت، تحت حطان كرامة أمة، تحت حطان كرامة أمة.